السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بالعناوين. في الهيئة نت يونسيف شح المياه يهدد أطفال وشباب العراق بأمراض فتاكة. نقرأ في يقين نت إصابة 10 طالبات بتسمم غذائي في محافظة ذي قار. في المدى مسيحي العراق الهجرة نخرت المكون وحكومات لا تهتم بمصالحهم. ونقرأ أيضا في يقين نت ذي قار اعتقال 8 محتجين خلال تظاهرة طالبت بإقالة المحافظ أحمد الخفاجي. أما في القدس العربي الكاظمي يأمر بتشكيل قوة مشتركة لإدارة منطقة الاعتصام في بغداد. في نيويورك تايمز إسرائيل تحاول إسكات منظمات العمل المدني الفلسطيني للتغطية على جرائمها والاستيطان. وأخيرا في الجارديان أزمة المناخ شكل من القهر الذي يمارسه العالم الغني. في حوار مع صحيفة الحقيقة بوست قال دكتور مثنى الضهري إن العملية السياسية أدخلت العراق في نفق مظلم مليء بالمآسي والكوارث. أكد مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضهري أن الأحزاب السياسية في العراق فشلت في إقناع العراقيين بالإصلاح، أن النظام السياسي القائم في العراق أدخل البلاد في نفق طويل مظلم زاخر بالمآسي والكوارث. النظام السياسي في العراق ولد ليبقي البلاد في حالة اضطراب، لذلك فغير متوقع منه أن يجلب استقراراً أو أمناً، وهو أمر لم يعد اكتشافه صعباً، وقد أعطتنا الانتخابات الأخيرة دليلاً على ذلك. فقد شهدت هذه الانتخابات تطوراً خطيراً، وهو الدعوة للانقلاب على الانتخابات والتشكيك بها وعدم الاعتراف بنتائجها والمطالبة بإعادتها من بعض القوى المتنفذة في النظام السياسي، وتحديداً من الجهات المجتمعة في تحالف الميليشيات وما يسمى الحشد الشعبي، التي تهدد جهاراً نهاراً بتأزيم الأوضاع إن لم يستجب لها. ولعل الأحداث الطائفية الأخيرة في محافظة ديالة هي المؤشر الأبرز لهذه التهديدات، إن الإحجام الكبير للمواطنين العراقيين عن المشاركة في الإدلاء بأصواتهم على الرغم من الدعم الدولي والإقليمي والعربي لهذه الانتخابات التي سخرت لها كل الإمكانات ودعمت بأنواع مختلفة من الممارسات التعسفية والترهيبية لإجبار الناس على المشاركة فيها. لقد كشف عن فشل الأحزاب السياسية المتنفذة وميليشياتها العسكرية في إقناع العراقيين بدعاوى الإصلاح التي ملوا سماعها وعدم اقتناع الناخبين بها، وسعيهم للتغيير الشامل وليس الترقيع المسمى زوراً وبهتاناً إصلاحاً. لقد غادر الشعب العراقي محطة المصالحة الوطنية المدعاة منذ زمن، وهو يؤمن اليوم بضرورة الحل الشامل الكامل لمشاكل العراق وإخراجه من الهاوية التي يهوي فيها منذ غزوه واحتلاله. وفيما يخص محافظة ديالى، أجاب الضاري بأن ما يجري في قضاء المقدرية في محافظة ديالى هو فصل جديد من فصول الانتهاكات وجرائم التطهير الطائفي التي ترتكبها الميليشيات بين حين وآخر، وهي هذه المرة متصلة بنتائج الانتخابات التي حاول فيها الطرف الخاسر أي تحالف الفتح الميليشياوي حاول تصعيد الأوضاع وخلط الأوراق وتحقيق مطالبه السياسية عن طريق إراقة الدماء، وهو ما تسبب بوقوع جرائم ضد الإنسانية تضمنت حالات قتل وإعدام جماعي وحرق للمنازل والبساتين وانتهاك للمساجد وحرق أحدها.
في صحيفة الميثاق الوطني تساءل الكاتب عبد القادر النايل: لماذا قطع العراقيون الانتخابات؟ شكلت مقاطعة الشعب العراقي للانتخابات التي شهدها العراق في العاشر من شهر تشرين الأول المنصرم، شكلت تلك المقاطعة ضربة قاسية للعملية السياسية ومؤسسيها من الاحتلالات الأمريكي والإيراني والبريطاني، بعد وضوح أكذوبة الديمقراطية التي أعلنوا أنهم صدروها للشعب العراقي من خلال احتلال عسكري باطل ومخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي، لأن العملية السياسية أصلاً فرضت بشكلها وأحزابها ونظام المحاصصة فيها على الشعب العراقي بقوة سلاح المحتل. استطاعت القوى المناهضة التصدي والوقوف أمام مشاريعهم الخبيثة التي كانت على عدة صفحات، كان أبرزها الاحتلال العسكري والعملية السياسية، وكان للمقاومة العراقية دور رائد ومهم في هذه المواجهة المستمرة. واليوم بعد وصول العملية السياسية إلى الفشل الكامل، قاطع الشعب العراقي هذه الانتخابات ليعلن العراقيون رفضهم المطلق للعملية السياسية وأحزابها الفاسدة. وهنا نرصد بعض الحقائق المهمة التي دفعت العراقيين إلى مقاطعة الانتخابات. الحقيقة الأولى: مقاطعة العراقيين كانت نابعة من وعي وإدراك وقناعة، وهذه نقطة تحول مهمة في الوعي الجمعي للشعوب عندما تدرك الحقائق المبنية على أسس تضع مصلحة وطنها في مقدمة اتخاذ أي قرار استراتيجي. وهذا الموقف جعل اللاعب الدولي والإقليمي يصاب باليأس من استمرار مشروع التدمير الممنهج عبر العملية السياسية الفاشلة، فضلاً عن أحزابها الفاشلة التي لم تتمكن من إدارة الحكم في العراق بطريقة صحيحة. على الرغم من توفر الدعم الدولي والاقتصادي الكبير، وقد تجلى وعي الشعب العراقي بشكل واضح عندما فشلت الأحزاب بكل وسائل الترغيب والترهيب في إقناع العراقيين في المشاركة بالانتخابات، على الرغم من إصدار الفتاوى الدينية والشحن الطائفي والعشائري أو استخدام المال السياسي أو الضغط الحكومي على الموظفين. والملفت للنظر أن أفراد القوات العسكرية والأمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الذين خصص لهم يوم مستقل وصلت مقاطعتهم للانتخابات نحو 70%. الحقيقة الثانية: إن العملية الانتخابية فاشلة ولا يمكن أن تتناسب مع الحرية والتنافس السياسي باختيار الشعب العراقي لممثليه الحقيقيين لإدارة حكم البلاد. هذه العملية الانتخابية الفاشلة، سواء في قانونها السابق والحالي أو طريقة تشكيل وتوظيف كوادرها وفق المحاصصة الحزبية أو من خلال التعاقد مع شركات خارجية، ليس لها اعتبار أو رصيد في طباعة المواد الخاصة في الانتخابات، مما أوضح أن كل العملية الانتخابية مفصلة على مقاسات الأحزاب والميليشيات. يقول الكاتب حسين صالح السبعاوي: من المعلوم أن من أهم أهداف العملية الانتخابية في أي نظام برلماني هو تشكيل حكومة جديدة وفق نتائج الانتخابات، وعادة ما تكون الحكومة مختلفة عن سابقاتها سواء في النهج أو الأداء. إلا في العراق فإن الأمر مختلف تماما، فالحكومة لا تشكل على ضوء نتائج الانتخابات ولا قيمة للكتل الفائزة فيها، فالانتخابات في واد وتشكيل الحكومة في واد آخر، وإن مجلس النواب هو الحلقة الأضعف في تشكيل الحكومة إذا ما قورنت بالعوامل المؤثرة الأخرى، بمعنى لا غالبية أو لا أغلبية سياسية حاكمة ولا أقلية سياسية معارضة. والمعمول به في العراق هو تشكيل أغلبية طائفية تحكم باسم الطائفة وتقصي كل من يخالفها في الدين والمذهب، وليس لها علاقة بالسياسة والحقوق والمواطنة. إن المحاصصة السياسية هي غير المحاصصة الطائفية،
لأن الأولى هي استحقاق انتخابي والثانية استحقاق طائفي، وعادة ما تكون الثانية على حساب الكفاءة والمهنية، بينما الأولى هي تعكس نتائج الانتخابات ومطالب الناخبين. ولهذا لو فرضنا أن أحد المكونات لم يشارك في الانتخابات مطلقا، فإنه سوف يأخذ ما خصص له في الحكومة من وزارات ومناصب سيادية. لكن في العراق المكون الشيعي هو المهيمن على بقية المكونات، وهو من يختار ممثليهم في الحكومة، ولا يمكن أن يختار أحدا إلا أن يكون خادما لمشروعهم الطائفي، وهذا الذي رأيناه عبر السنوات الماضية من العملية السياسية في العراق. العامل الخارجي، رغم إجراء الانتخابات البرلمانية ورغم وجود كتلة أو حزب فائز، إلا أن تشكيل الحكومة في العراق لا يعكس نتائج الانتخابات بسبب العامل الخارجي المهيمن على العراق، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فلا يمكن تشكيل حكومة أو اختيار رئيس للوزراء ما لم توافق عليه أمريكا وإيران، وهذا الذي حصل في ثلاث انتخابات أجريت في العراق منذ 2010، عندما فازت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ولم يسمح لها بتشكيل الحكومة، ثم في 2014 عندما فاز المالكي، وفي 2018 عندما فازت قائمة سائرون، لم يستطع أحد من الفائزين تشكيل حكومة بسبب عدم التوافق الأمريكي والإيراني على شخصية رئيس الوزراء. وكذلك سيكون تشكيل الحكومة المقبلة كما تشكلت الحكومات السابقة. إن العملية السياسية في العراق والانتخابية منها لا يمكن أن تحقق مطالب الشعب التي يصبو إليها، بل هي عملية استنساخ لما قبلها من حكومات، وبهذا يبقى المواطن العراقي في دوامة، كلما جاءت حكومة إن لم تكن أسوأ ممن قبلها ستكون كسابقاتها. إن العلاج الحقيقي للشعب العراقي هو الشروع في عملية سياسية جديدة يتنافس فيها عدد محدود من الأحزاب الوطنية، لا مئات الأحزاب التي أغلبها ذات بعد طائفي وعرقي وقبلي، ولا يعرف المواطن ما هي مشاريعها، ولا يعرف من أين تمول، ولا ولمن ولاؤها السياسي. تناولت مجلة إيكونوميست الأحداث المتسارعة في أثيوبيا، حاثة المجتمع الدولي على ضرورة التحرك الفوري قبل حدوث حمامات دم. مرة أخرى تقاتل الحكومة الفيدرالية المتمردين من تيغيراي، ومرة أخرى منعت عمدا دخول الغذاء والدواء إلى هذه المنطقة الشمالية، حيث يعاني 400 ألف شخص حاليا من مجاعة والملايين معرضون للخطر. مرة أخرى تزحف جبهة تحرير شعب تيغراي باتجاه أديس أبابا، وفي هجوم سريع استولت على بلدات تقع على جانبي الطرق شمالي العاصمة، وتهدد مجموعة متحالفة تدعي أنها تمثل الأورومو، أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، بقطع الطرق المؤدية إلى المدينة من الجنوب، وتقول إنها أيضا تزحف نحو أديس أبابا في المرة الأخيرة التي سقطت فيها أديس أبابا في عام 1991. تم تجنب حمام دم بطريقة ما، وتم عقد محادثات سلام في لندن. فر الدكتاتور مانغستيو هيلا مريم إلى الخارج، ولم يستمر القتال الدائر في العاصمة سوى بضع ساعات فقط. لكن هذه المرة ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت الحرب الأهلية ستنتهي بنفس الهدوء. دعت السلطات في أديس أبابا سكانها البالغ عددهم 5 ملايين إلى تنظيم أنفسهم في كتل والدفاع عن المدينة. ولم يظهر أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا أي مؤشر على موافقته على المحادثات. في 23 نوفمبر في احتفال بمناسبة بدء الحرب قبل عام، قال أبي لضباط الجيش إن إثيوبيا ستهزم كل أعدائها بدماء وعظام أطفالها، وستعيش إلى الأبد في مجد.
والأسوأ ممكن، فعلى مدى أشهر استخدم أبي أحمد لغة تجرد خصومه من الإنسانية، واصفا حركة تحرير تيغراي بالسرطان والعشب الذي يجب سحقه، ويصر مكتبه على أنه يقصد فقط الجماعة المسلحة وليس كل إثنية تيغراي، لكن بعض أتباعه قد لا يميزون. وفي أجزاء أخرى من أثيوبيا يرتكب الجانبان جرائم حرب بعضها موجه عرقيا. الآن يحث آبي جميع المواطنين على فضح العميل الذي يبقى في وسطنا ويعمل لصالح عدونا بحسب وصفه. نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقال رأي للكاتب أحمد طويج، تحدث فيه عن صفقة إعادة القطع الأثرية إلى العراق التي تعتبر خطوة واعدة ولكنها ليست كافية لضمان إعادة ما نهب في السابق إلى أصحابه الأصليين. أقالت المجلة في تقريرها إن الولايات المتحدة أعلنت عن اعتزامها إعادة أكثر من 17 ألف قطعة أثرية نهبت من العراق في إطار صفقة تاريخية بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ووزارة العدل الأمريكية. نظراً لأن المتاحف في مختلف البلدان الغربية مليئة بالقطع الأثرية المنهوبة خلال سنوات الاستعمار والاستغلال والفساد، فإنها تشكل هذه الصفقة سابقة مهمة في الجهود الرامية إلى إنهاء استعمار المتاحف وإعادة الآثار المسروقة إلى بلدانها الأصلية. تعتبر المجلة هذه الصفقة جزءاً من حملة عالمية للحد من الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية، ولكن القطع الأثرية التي أعيدت إلى العراق قادمة في المقام الأول من مرجعين أمريكيين هما متحف الكتاب المقدس وجامعة كورنيل. أما القطع الأخرى المنتشرة في مختلف الدول الغربية والتي تم الاستيلاء عليها في عمليات نهب مدعومة من الدولة وبتأييد من الإمبراطورية البريطانية والألمانية، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت ستعاد إلى بلدانها الأصلية. ومع أن عودة القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية يمثل خطوة واعدة، إلا أن العالم لابد أن يدرك جيداً وأيضاً أن هذه الصفقة ليست كافية. بعبارة أخرى، يحتاج المجتمع الدولي إلى الضغط على المتاحف في جميع أنحاء العالم لمواصلة إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها الأصلية، خاصة المنظمات العالمية مثل اليونسكو. ويمكن اعتماد الصفقة الأمريكية العراقية أنموذجاً لإعادة تقييم طريقة استعادة القطع الأثرية وتصحيح الأخطاء المرتكبة طيلة القرون الماضية. وأشارت المجلة إلى أن القطع الأثرية العراقية قيمة بشكل لا يمكن إنكاره. غالباً ما يشار إلى العراق باعتباره مهد الحضارات بدءاً من اختراع الكتابة السومرية في سنة 3200 قبل الميلاد، وصولاً إلى مدونة حمورابي لقواعد السلوك التي سجلها حوالي 1750 قبل الميلاد، التي تعد واحدة من أقدم مدونات القوانين. وقد ساهم العراق في تشكيل العلم والتاريخ والثقافة العالمية. ضبطت السلطات التركية 2460 قطعة من العملات الأثرية في عملية أمنية في ولاية شانلئورفا جنوب البلاد، ونفذت فرق الدرك عملية مداهمة على منزل بقضاء أقج قلعة في إطار مكافحة تهريب القطع الأثرية التاريخية. فأسفرت العملية عن ضبط 2460 قطعة من العملات الأثرية يعتقد أن تاريخها يعود للعهود الهلنستية والرومانية والبيزنطية. كما أسفرت العملية أيضا عن توقيف شخص بشبهة التهريب. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية.
وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.